تحياتنا شباب، عندنا اليوم الوجبة رقم 8، وجبة العرض الخاص. طبعا هواي شباب طلبوا صورهن حتى يشوفوهن. المهم احنا عندنا يعني جاي تجينا وجبات ونبيعهن بدون تصوير للموصينا. بس اليوم وصلتني ذني اربع مفرودات، اربع فحل وزوجين عندنا متوالفات، مو متزوجات متوالفات، لان هسه بالبر خارج موسم طيور ما شاء الله فول الفول صحتهن الخشونة والنظافة. الطيور كلهم فاتحات ان شاء الله، هسه راح اصورهن لكم بالفيديو واحد واحد وارقمهن مثل ما كل مرة. بالنسبة للمتراه ما ادري ما يغردن اذا سوى، بس للامانة ذاك سمعته اللي شوية راسه واقع من يم ريش، ذاك سمعته لين نيشنته رأسا عرفت انه واقع الراس ريش من راسه، فهو ذب لسان هو والطيرة مالته موجودة وياه. ذني الطيرة وفحل الطيرة بها ريشة بيضة مال بيض، وهذني الاربعة المفروضات كلها خشن كل شوف يعني شوف هذا جد الفختية وكله فاتح. هسه راح اصورهم كل واحد على حده. البلبل والقفص ذني الوحدهن على 30 التك سعر نهائي، وهذنيك الزوج ب50 هن وقفصا. الطيور خامات يعني وحشيات يعني صيد جديد، مو واحد هسه يجي يكتب انه يطلع من القفص لو الاخ يكتب ياكل من الايد. هذا خام اخوان، خام يعني صيد جديد، هذني يستفادون منهن للتغريد. حتى اللي مفكر انه يجيب فراخ صغار هذا يخليه جوا يسمع من هذا يتعلم من هذا. والسعر نهائي مثل ما قلنا، واللي يريد الرقم موجود يتصل له يقعد يكتب بالتعليق ويحجز بالتعليق وبعدين يعاتبنا. تحياتنا لكم.